طيب أخذنا في الجزئية الأولى introduction عن إيش الماشين ليرنينج بشكل عام. هلا في ثلاث أنواع للماشين ليرنينج. في عندنا supervised machine learning، في عندنا unsupervised machine learning، وفي عندنا إشي نسميه reinforcement learning. بس نلقي نظرة عليهم في هذا الجزء. بدي أحكي لكم عن supervised machine learning، أو بالتحديداً بدي أحكي عن مشكلة نسميها regression، أو نوع نسميه regression ونوع نسميه classification. بلش بالregression. أول شيء الregression. الregression شو هو مشكلة الregression؟ إنه أنا عندي features زي مساحة شقة، ممكن واحد feature أو مئات الfeatures، وأنا بيكون عندي target value. target value هاي نسميها target value، اللي هي مثلا زي السعر. يعني ممكن يكون فيتشر او اكثر وانا عندي التارجت فاليو، الهدف اني اطلع ب بايش بموديل. الموديل اللي هو بنسميه اللي هي المعادله اللي بتكون هذه المعادله. احنا طبعا هون بنحكي على ارقام، بنحكي على ارقام يعني 80 120 130، ما بنحكي على ترو فورس. والتيجي بتحكي لنا على بتطلع لي ارقام، ما بتطلع يعني قيم، ما بتطلع لي ترو وفولس. فالريجريشنز ايمز استيميت ريسبونس، بنقول انه طبعا بنسميها نيوميريكال فالز، الانبوت والاوتبوت تبعته بتكون نيوميريكال فالز. فانا عندي هاي الماضي هذا الماضي، وانا الحاضر اللي هو بدي اسال سؤال. يا عمي طب انا عندي هاي الشقق، طب انا بدي اسالك سعر شقه سعرها 150، مساحتها 150 متر مربع، كم سعرها؟ عشان الكمبيوتر يقدر يجاوبك بيكون الكمبيوتر متعلم المعادله، بيكون الكمبيوتر متعلم ايش المعادله. فاذا تعلم المعادله بصير بحسب لك هاي شقه جديده على مساحه 150. أنا ممكن يكون عندي مش فقط فيتشر واحدة، ممكن يكون مثلاً هاي أربعة فيتشرز: المساحة، عدد غرف النوم في أي طابق، عمر الشقة، وهاي واي. ده مش هو نسميها واي، نسميها التارجت فاليو. وهلا إذا بدنا في مثلاً طريقة اسمها نورمال إكويجن، اللي هي بتحسب لي أو بتطلع لي المعادلة، بس بقول له ثيتا هي يعني بتطلعها ماتريكس أو أري، اللي هي هاي نسميها، هذول نسميهم إكس الفيتشرز الإنبوت نسميهم إكس، وهاي نسميها إيش الواي. فأول إشي بقول الترانسبوز تبع إكس ضرب إكس، وكلهم بأخذ لهم الإنفرس لا اكس لا اكس. انتبهوا اكس هي ماتريكس، واي ماتريكس، او حتى واي بتقدر تسميها فيكتور، بس ما هو الفيكتور حاله خاصه بالماتريكس. فالترانسبوز تبع اكس ضرب اكس، وكلهم باخذ لهم الانفرس ضرب الترانسبوز تبع اكس ضرب واي، بيطلع لي ماتريكس. هالماتريكس فيها القيم اللي بدي استعمل. يعني طلع هذا على فكره حقيقيه، هذه المعادله. يعني انا عندي المعادله قبل ما احسب القيم بقول له ثيتا 0 زائد ثيتا 1 ثيتا 1 ضرب اكس 1 زائد ثيتا 2 ضرب اكس 2 زائد ثيتا 3 ضرب اكس 3 زائد لان هذول اللي هم ايش الفيتشرز طبعا تساوي واي اللي هي اتش اوف اكس. فلما هلا انا شو انا اللي بدي اياه، بدي احسب قيم ثيتا، بدي احسب قيم ثيتا. ف عشان احسب قيم ثيتا هاي المعادله اللي بنسميها النورمال ايكويجن هاي تحسب لي اياهم. ممكن شو بتساوي؟ هاي حسبت لي، كانت لي ثيتا 0 هي 80، ثيتا 1 1 بالعشره، ثيتا 2 1 بالمية، ثيتا 3 ثيتا 4 انتبه طلعوا ثيتا 4 شو ساوت؟ ناقص 2، يعني هي قيمتها ناقص، يعني
كلما زادت كلما زاد عمر الشقة بصير ننقص يعني بصير هذا بيأثر يعني بنقص السعر. فأنا هذه المعادلة خلص بأخذها هاي وحطها في برنامج هاي فهم هذا باللغة الآر اللي بيعرف الآر في لغة الإحصائيين هذه هي الكود الصغير هاي من كله اقرأ إكس اقرأ واي احسب ثيتا بس في لغة اسمها أوكتيف من كله لود إكس لود واي احسب الثيتا حطها بسي وخزن لنا إياها طلعنا الثيتا في معادلة في ماتريكس زي هيك. وهلا بأخذ هذا المعادلة هاي شايف 188 ضرب 4 188.4 زائد 4 بالعشرة ضرب X هاي بدها X1 هاي X1 هاي X2 ناسي أحط X1 X2 X3 X4 فلاحظ أنه أنا هاي القيم اللي تلعب اللي هي عملياً قيم ثيتا 0 وثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 وثيتا 4 حطيتهم بالمعادلة وخلص. هذا مثال على ريجريشن طيب خلصنا ريجريشن. طب أنا وين مشكلة الريجريشن؟ أنه أنا هون بتنبأ عن قيمة بس القيمة تبعتي أرقام. طب افرض أنه أنا القيمة تبعتي good و bad true و false وهيك هاي بتصير مشكلة classification مش regression. يعني أنا مثلا عندي كمبيوتر هاي البروسيسور تبعه 1 جيجا هيرتز أو والميموري تبعته 1 جيجا هيرتز وبدي أشوف إنه هل هذا كمبيوتر مليح ولا مش مليح. هاي مثلا 2.3 جيجا هيرتز و 4 جيجا رام هل هذا كمبيوتر اعتبرنا مليح. هاي الداتا الماضي هاي عندنا الفيتشرز عددهم 2 وهاي التارجت فاليو اللي بنسميها واي هذول بنسميهم اكس. طيب افرض انه اجاني كمبيوتر 3 جيجا هيرتز و 4 جيجا رام هل هذا يعتبر جود ولا باد؟ هلا هاي النوع بنسميه كلاسيفيكيشن يعني كلاسيفاي صنف يعني ال هذول مصنفات تصنيف مش بنحسب ريجريشن قيمه هناك اسمها ريجريشن هون بنحسب كلاس بنحسب الكلاس. او عندي هاي مثال ثاني عندي انا مثلا 14 بدي العب تنس وبلعب تنس انا حسب حاله الجو هاي عندي حاله الجو انها صني ولا اوفركاست ولا رير وهاي عندي الرطوبه مثلا هاي او نورمال الويند ويك سترونج واني لعبت ولا ما لعبت هاي احصائيه 14 يوم هاي ماضي هاي لحد الان الماضي. هلا لما مثلا في اليوم السادس طلع مثلا كانت مطر وكان الرطوبه عاديه وكان الرياح قويه ما لعبتش هاي كانت مطر وهاي كانت نورمال الرطوبه والويند كان ويك لعبت وهلما جرى بدون ما ندخل بالتفاصيل هذا هو الماضي. لو اجاني انا بدي الكمبيوتر يسأل بدي كله في اليوم 15 يا عم اليوم الدنيا مطر الرطوبه عاليه بس الرياح خفيف العب ولا ما العبش؟ فبدنا الكمبيوتر يروح يتعلم من هذا الماضي وايش وطلع لنا معادله. لا المره مش معادله بنسميها رول هلا بقول لكم وهو بيطبق هاي الرول الجديد عادي بنيجي بنصنف الداتا تحت هذول الاصناف بنرسم هاي مثلا احد الطرق اللي بنسميها ديسيجن تري من هاي الداتا برسم التري وبعرف انه لما بيلعب معناته تبكى 3 حالات بيلعب عمليا لو يعني لما يبكى الجو مطر والرياح ويند الرياح خفيفة بغض النظر عن الرطوبة بلعب لما يبكى الجو أوفركاست بلعب بغض النظر عن الرطوبة وعن الرياح
وهان لما هيك الجو مشمس والهيوميديتي نورمال بغض النظر عن الرياح بلعب. فبلعب بالثلاث حالات هذول، وانا من هذول الثلاث حالات بطلع هاي اللي هي بنسميها ديزيشن رول وحطها جوا برنامجي اف ستيتمنت في الجافا مثلا ولا في البايثون، حطها في ستيتمنت وخلص خلص خلصنا. وطبعا وين رحت في هاي الداتا اللي تعلمت منها؟ كبيتها ما يهمنيش انا شو اللي بدي اياه، طلعت المعادله بس هاي بقول لك ليه. هذا مثال صغير. هاي مثلا في الار، هذا مثال في الار دخلت له هاي الداتا مثلا تكست، هذا مثال حقيقي على فكره انا طبقته وعملت البرنامج تبعه من كل هذول، بس ريكواير يعني زي تقولوا امبورت لايبرري، وفقط كل الديزيشن تري صارت في هاي السطر هذا موديل ايكوال داتا، يعني هون بقرا هون قرا الداتا سيت، وهون موديل ايكوال حطينا له اكس وواي فقط خلص. هذا هو المشين ليرنينج، رسم لي الشجره، والشجره هاي انا حتى بقدر اخزنها كاز رول وخلصت. هلا هذا لحد الان اعطيتكم امثله واقعيه عن الديزيشن، عن السوبرفايز ماشين ليرنينج اللي هو عن ريجريشن وعن الكلاسيفيكيشن وبس. ما قلت لكم شو الفرق، شو ليش اسمها سوبرفايز ليش ما اسمهاش سوبرفايز، هذا بحكيه بالجزء الثاني.